السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا سنة تالتة؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. أنا عبد الرحمن عباس من الفرقة الرابعة، وإن شاء الله هشرح لكم موضوع التايم مانجمنت أو تنظيم الوقت، اللي هو محاضرة 13 و14. إيه هو تنظيم الوقت؟ إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ده كده باختصار التايم مانجمنت. إن شاء الله في المحاضرة هنتكلم عن أهمية التايم مانجمنت، إيه هي الحاجات اللي تخلينا ننظم وقتنا بشكل كويس، إيه الحاجات اللي بتعيق عملية التايم مانجمنت، وشوية حاجات كده كمان إن شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرة. في الأول خالص خلونا كده ناخد نظرة على بعض الحقائق والأساطير حوالين موضوع التايم مانجمنت، الأساطير اللي هي myths والحقائق اللي هي truths. طيب الأساطير زي ما انتوا شايفين كده، عاطف بيقول إنه التايم مانجمنت is nothing but common sense، إن التايم مانجمنت دي حاجة بالفطرة، يعني مولودين بيها مثلا، حاجة كده بالمنطق، مش محتاجة بقى وجع دماغ ولا إن احنا نقعد نذاكرها. I do well in school so I must be managing my time effectively، يعني مادام أنا درجاتي كويسة في الكلية أو في المدرسة يبقى أنا كده بعرف أنظم وقتي كويس. طب عاطف بيقول إيه تاني؟ بيقول إن time management takes all the fun out of life، ما بيخليش الحياة فيها متعة، إن إحنا بقى نمسك جدول ونفضل إيه مسكنها كده بالوحدة. وبيقول إيه تاني؟ بيقول I work better under pressure، إن أنا مش محتاج time management ده، وإن أنا أحب أشتغل يعني إيه تحت الضغط، لان يعني ايه الموضوع بيبقى ايه افضل، في انتاجية افضل من الشغل تحت الضغط. طبعا الكلام ده زي ما هو مكتوب كده اساطير او اكاذيب، مفيش حاجة اسمها ان احنا مولودين بالتايم مانجمنت، لا دي حاجة مش فطرية خالص. وموضوع الدرجات في الكلية او في المدرسة ده مش مقياس ابدا انه الانسان بيعرف ينظم وقته كويس، ما هو في واحد ممكن يقعد يذاكر طول اليوم وفي نفس الوقت مش مهتم بجوانب الحياة الأخرى زي أصحابه أهله الرياضة كل الحاجات دي. الحاجة التانية، الناس اللي بتنظم وقتها كويس هي دي الناس اللي فعلا في فن في حياتها، لأنه بيعرف يشتغل إمتى ويرفه عن نفسه إمتى، على عكس الإنسان اللي مفيش في حياته توازن كلها لعب. تمام، ده كده مفيش توازن في حياته، هيجي بعد فترة هيلاقي نفسه اتزنق، هيسيب كل اللعب اللي هو بيلعبه وبعدين يتزنق، يخش في ضغط ستريس بقى وقلق وكل القصة دي. طب هو كده استفاد ايه؟ نقعد ناخد الفن في وقت وبعدين نعيش بقى حالة من الضغط والقلق والتوتر؟ كلام ما ينفعش طبعا. وبعد كده I work better under pressure، طب دي حاجة حلوة يعني ان احنا نشتغل تحت ضغط؟ هو صحيح انت لما بتضغط نفسك بتطلع نتائج اكتر، بس دي تقدر تقول نتائج لحظية، ما ينفعش تكمل حياتك كده. تمام، عملتها مرة 2 3 10 هتفضل طول حياتك كده؟ صدقني مش هتقدر. ايه هي بقى الحقائق؟ بنقول لعاطف الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. التايم مانجمنت بيزود من الانتاجية، شيء طبيعي، واحد منظم وقته اكيد هينتج اكتر. بيقلل من التوتر، شيء طبيعي برضو، ما بزنقش نفسي قبل الديدلاينز، ما بزنقش نفسي قبل الامتحانات، فطبيعي ان انا ما فيش في حياتي ضغط، انا موزع الشغل على حياتي بشكل يعني متوازن ومتساوي. time management improves self esteem، بيحسن من احترام الانسان لذاته. طيب بيحسن من احترام الانسان لذاته ازاي؟ والله واحد مثلا بيحقق أهداف اللي هو حاططها لنفسه، بيحققها في الوقت المناسب وقبل الوقت المناسب كمان. طيب مادام أنا بقدر أحقق الأهداف بتاعتي وعايش حياتي بشكل محترم ومتوازن، يبقى أنا كده إنسان ليا لازمة في الدنيا ديت، فأبدأ أحترم نفسي أو أحترم ذاتي بشكل أكبر. helps achieve balance in life، طبعا في وقت للمذاكرة، في وقت للرفاهية، في وقت للرياضة، في وقت للأهل، في وقت للأصدقاء، في توازن في الحياة. increases self confidence، أكيد لما الواحد ينظم وقته بيقدر يحقق أهدافه
على طول عايش حياته بشكل متوازن، ده هيزود ثقة الإنسان في نفسه، على عكس واحد تاني دايما الأهداف تقع منه والتارجتس بتاعته تقع منه، المدير بيهزقه، الدكتور بيهزقه، ثقته تبقى مهزوزة في نفسه. helps you reach your goals. طبعا لما بنظم وقتي بشتغل بدري بقدر أحقق أهدافي في الوقت المناسب. يبقى أنا كده عندي أساطير وعندي حقائق. الأساطير يعني واحد مكبر دماغه مش عاوز يتعب دماغه في أي حاجة خالص، هو يعني إيه سايبها كده على البركة. حقائق لا، في إنتاجية زادت، الثقة في النفس، احترام الذات، التوتر قل، في توازن في الحياة، قدرنا نوصل لإيه للأهداف بتاعتنا. أنا الكلام ده مش عاوزكم تقعدوا إيه تضيعوا وقتكم في الحفظ، الكلام ده أنتوا تفهموه أسهل، تمام؟ لو أنت فاهمه هتقدر تحل الأسئلة. النقطة التانية بقى أو العنوان التاني Obstacles to Effective Time Management. لو أنا عاوز أنظم الوقت بتاعي إيه الحاجات اللي ممكن تقف في طريقي؟ أول حاجة Unclear Objectives. يعني إيه Unclear Objectives؟ يعني واحد ما عندوش رؤية واضحة أو أهداف واضحة، تقول له أنت داخل طب ليه؟ يقول لك والله أصل مستخسر المجموع. طب أنت نفسك تبقى إيه؟ معرفش. طيب الامتحانات سيبها على الله، مش عارف ايه على البركة. طب انت عايش ليه يا ابني؟ لا هو مش عارف هو عايش ليه، فطبيعي مش هيعرف ينظم وقته لان هو ما عندوش اهداف يحققها، هو عايش كده. تاني نقطة الـ disorganization، انسان غير منظم. ما هو الغير منظم في حياته هيبقى اكيد غير منظم في الوقت بتاعه. inability to say no، شخص ما بيعرفش يرفض، كل ما حد يطلب منه طلب يقول له تمام، يقول له انا فاضي، فطبيعي ما هتوافق على طلبات فلان وعلان وتركان، انت مش هيتبقى لك وقت للشغل بتاعك انت وللحياة بتاعتك انت. في بعد كده الانتربشنز، الحاجات اللي بتعطل البني ادم. والله انت قاعد بتذاكر فجأة خالتك جت، انزل اعمل الشاي، في واحد صاحبك بيتصل عليك، في مش عارف ايه حصل في الشارع، انزل اجري شوف ايه اللي بيحصل. دي كلها حاجات بتعطل الواحد وبتقطع عليه حياته، فدي طبيعي هتخلي عملية تنظيم الوقت فيها مشكلة. too many things at once، ده بقى واحد جامد هيقول لك انا هذاكر 3 محاضرات النهاردة وهذاكر سكشنين وهطلع العب بلاي ستيشن مع اصحابي وماتش كورة وهعدي على عم حمدي الميكانيكي عشان العربية عطلت الصبح، وهتلاقيه كده ايه بيعمل كل حاجة هيعملها في حياته في يوم واحد. طبعا ده كلام ما ينفعش وطبيعي انه هيفشل. بعد كده stress and fatigue، التوتر والتعب، طبيعي واحد متوتر وتعبان مش هيقدر يشتغل، فهيروح ينام او يرتاح، وده هيأثر على بقية النظام بتاعه او الشغل بتاعه او اي حاجة تانية هو محتاج يعملها في حياته. بعد كده all work and no play، يعني واحد كل حياته شغل، مفيش وقت للرفاهية، مفيش وقت انه يقعد يرتاح ياخد نفسه، طبيعي ده واحد تركيزه بيقل، حياته بتبقى مش متوازنة، وده طبعا بيأثر على time management. واخر نقطة periods of inactivity، يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد بقى ايه يلا ما رايح لي ساعة، الساعة بقت 2، الساعة بقت 3، طب بكرة، يقعد ايه كل شوية كده بريح بريح بريح. طب انت في يعني انت كده ما بتعملش حاجة، انت قاعد تقول هعمل بكرة هعمل بعده، فبالتالي انت بتضيع وقتك. طب ايه هي بقى كده المعوقات؟ unclear objectives, disorganization, inability to say no, interruptions, too many things at once, stress and fatigue, all work and no play, periods of inactivity. النقط دي تاني لو انتوا فاهمينها مش هتحتاجوا تحفظوها. العنوان الثالث معانا 10 steps to managing your time، 10 خطوات عشان نقدر ننظم وقتنا. اول خطوة set smart goals، بعدين set reasonable expectations and remember that no one is perfect، prioritize your tasks، make a schedule، get organized، overcome procrastination، tackle time wasters، avoid
taking too much, consider your personal prime time, celebrate success. إن شاء الله كل واحدة من العشر نقط دول هنتكلم عنهم بالتفصيل في السلايدز اللي جاية. طيب إحنا قلنا في الأول إن إحنا set smart goals، تمام؟ لازم أحط الأهداف بتاعتي، تمام؟ ولازم أحدد إيه هي الحاجات المهمة. يبقى أنا العنوان هنا بقول where to start, set goals, what's important. بحط لنفسي أهداف وبشوف إيه هي الحاجات المهمة. أول نقطة هنا make your goals smart, don't be vague. خلي أهدافك أهداف ذكية، ما تبقاش أهداف مبهمة. كلمة smart هنا مش معناها ذكية بس، ده كل حرف من كلمة smart يعني الـ S والـ M والـ A والـ R والـ T لها معنى، وإن شاء الله هنشوف الكلام ده في السلايد اللي جاية. Set both long-term goals and short-term ones to support them. أنا في حياتي لازم يبقى عندي أهداف كبيرة بعيدة المدى وأهداف صغيرة قصيرة المدى. الأهداف قصيرة المدى دي بتكون بتدعم الأهداف طويلة المدى. يعني مثلا أنا طالب طب، مثلا هدف طويل المدى نفسي أكون دكتور قلب. طيب إيه ممكن تكون الأهداف قصيرة المدى اللي هتدعم الهدف طويل المدى؟ إن أنا مثلا أذاكر الموديول اللي عليا ده فأنجح فيه، وبعد كده أنجح السنة دي واللي بعدها، وبالتالي ممكن إيه بعد كده إيه أخلص كليتي وبعدين أتخصص في تخصص القلب. تالت نقطة set a deadline for your goals. الأهداف بتاعتي لازم يكون لها وقت نهاية، ما ينفعش أفضل سايب المدة الزمنية مفتوحة وإلا الجولز مش هتتعمل أصلا. Integrate your goals, school, personal and career. في حتة الحقائق والأساطير كنا اتكلمنا عن ان تنظيم الوقت بيؤدي الى التوازن في الحياة. طبعا التوازن في الشغل، في الحياة الشخصية، في اي حاجة من جوانب الحياة. هنا بقى integrate your goals, school, personal and career، هنا بقى احنا مش بنتكلم على التوازن، احنا هنا بنتكلم على التكامل بين الاهداف الشخصية واهداف العمل او اهداف الكلية مثلا او المدرسة. طيب التوازن احنا فاهمينه، التكامل ده بقى بيحصل ازاي؟ خد عندك مثال، لو انا مثلا بروح الكلية كل يوم مثلا 8 ساعات ونفسي في الوقت الشخصي بتاعي بقى بره الكلية ان انا اطلع رحلة، الطبيعي ان انا الرحلة ديت حاجة شخصية بفصلها تماما عن الكلية. طيب انا ممكن اعمل تكامل بين حياتي الشخصية وحياتي الكلية بان انا اطلع رحلة عن طريق الكلية. كليتنا مثلا بتوفر رحلات مثلا للفيوم، لاسكندرية، سواء في الاجازات او حتى وقت الدراسة في اوقات معينة. فلو انا رحت رحلة تبع الكلية فانا كده قدرت اعمل تكامل بين الاهداف الشخصية واهداف العمل، دمجت حاجتين مع بعض خلتهم في نفس الطريق. آخر حاجة realize that goals change but know which goals to stick to. يعني في أهداف بتتغير وفي أهداف بتبقى ثابتة ولازم نتمسك بيها. عارفين مثلا أنت صغير بتبقى عاوز لعبة، بتكبر بتبقى عاوز عربية، زمان كان نفسك تبقى دكتور، شوية أنت نفسك تبقى مشهور، شوية مش عارف نفسك تبقى إيه. فأنت كل شوية أهدافك بتتغير. من الأهداف اللي بتتغير دي في ثوابت لازم نتمسك بيها. يعني انت مثلا ايه نفسك تبقى مشهور ونفسك تبقى دكتور، طب ما خليها اتمسك بهدف ان انت تبقى دكتور وممكن بعد كده تبقى مشهور، تمام؟ فانا ايه بتمسك بهدف من الأهداف دي، اهم حاجة عندي دلوقتي ان انا ابقى دكتور. لعبة خلاص انا ما بقتش عاوز لعبة فممكن اتخلى عن الهدف ده. دلوقتي انا عاوز عربية، ممكن بعد فترة ما بقاش عاوز عربية، يمكن شغلي يبقى جنب البيت. فاهمني؟ فالجولز ممكن تتغير بس في لازم أهداف تبقى ثابتة ما بتتغيرش. نقول تاني، لازم الجولز بتاعتنا تبقى سمارت، عندنا أهداف طويلة المدى وقصيرة المدى، لازم يبقى في فترة زمنية للأهداف، نعمل تكامل للأهداف، وبعدين في أهداف ما بتتغيرش بتفضل ثابتة.
أول نقطة هي الـ set smart goals. دي أول نقطة من العشر نقط اللي اتكلمنا عنهم. smart smart مش مجرد معناها أهداف ذكية، لا ده كل حرف له معنى. أول حرف معانا S specific، يعني الأهداف بتاعتي تكون محددة. precise statement of what needs to be accomplished، exactly what are you going to do، هتعمل إيه بالظبط. how much، يعني قد ايه. when، امتى. how often، يعني هتكرر الموضوع ده كم مرة او هتعمله كل قد ايه. فانا اهدافي لازم تبقى محددة، ما جيش مثلا اقول ايه انا عاوز انجح. طيب يا سيدي ما احنا كلنا عاوزين ننجح. عاوز تنجح يعني عاوز تعمل ايه؟ عاوز احل الامتحان واجيب فيه درجة كويسة بحيث ان انا اعدي الموديول بتاعي. كده الهدف بتاعك ما بقى يعني ايه بقى محدد، مش مجرد عاوز انجح كده وخلاص. النقطة التانية measurable، يعني يمكن قياسه. الاهداف بتاعتي لازم اعرف اقيسها. concrete criteria for gauging progress helps you manage and evaluate your goal. طيب اعرف اقيسها ليه؟ او يبقى عندي معايير ان انا اعرف اقيس بيها التقدم بتاعي او التقدم بتاعي نحو تحقيق الأهداف بتاعتي. ليه؟ والله عشان أقدر أشوف أنا ماشي في الطريق الصح ولا ماشي في الطريق الغلط، أقدر أقيس أنا وصلت قد إيه، طب فاضل لي قد إيه، وهكذا. بعد كده achievable، لازم الهدف بتاعي يكون قابل للتحقيق، ما ينفعش أجيب حاجة كده أنا مش قادر عليها وأعملها. assurance your goal fits your ability something you can accomplish not too easy or too hard. ومهم برضو ان الهدف اللي انا اختاره لنفسي ما تبقاش حاجة سهلة قوي وما تبقاش حاجة صعبة قوي. يعني زي ما انا بقول حاجة ما تبقاش صعبة وفي قدرتي ان انا اعملها، بس ما روحش اجيب حاجة سهلة، يعني تبقى حاجة كده في الوسط. بعد كده في realistic and relevant. realistic يعني واقعي، relevant يعني ذات صلة. طيب الكلمتين دول ده معناهم الحرفي، معلش استحملوني في النقطة ديت لأن الكلام اللي مكتوب يعني ملوش علاقة مباشرة بال أو ملوش علاقة يعني بمعنى الكلمتين دول اللي هي realistic و relevant، بس احنا هنضطر نعرفها زي ما هي كده. personalization of your goal supports your interests, values, needs and talents critical to motivation. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأهداف بتاعتك خليها متوافقة مع القيم بتاعتك، مع الاحتياجات بتاعتك، مع المواهب بتاعتك، مع الشغف بتاعك، بحيث ان انت يبقى دايما عندك الحافز ان انت تشتغل وتروح تحقق الاهداف دي. يعني مثلا انا بحب المواد العلمية، الكيمياء والاحياء، ما روحش ادرس هندسة هفقد الشغف، يبقى حاجة متوافقة معايا انا. بعد كده التايم بيست، الاهداف بتاعتي لازم لها بداية ولازم لها نهاية، تمام؟ ما ينفعش اسيب المدة الزمنية مفتوحة. يبقى انا عندي خمس حاجات للسمارت جولز، ان هم specific, measurable, achievable, realistic and relevant, time based. تاني نقطة set reasonable expectations، التوقعات بتاعتي تكون واقعية. too many people spend too much time trying to perfect something before they actually do it. instead of waiting for perfection run with what you go and fix it along the way. في ناس يا جماعة هو يا إما يعمل الحاجة 100% يا إما ما يعملهاش أصلا. طيب ده بقى بيؤدي لإيه؟ إن الشخص ده يفضل يخطط 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 عشان لما يبدأ شغل يعمل الحاجة 100%، فبالتالي هو ما بيبدأش شغل أصلا، هو يفضل يخطط عشان مش عاوز يبقى فيه غلطة واحدة في شغل. طبعا زي ما احنا عارفين الكمال لله وحده، فبالتالي هو هيفضل يخطط طول حياته، يا إما يعمل حاجة بيرفكت يا إما مش شغال خالص. الناس دي احنا بنقول لها إيه بقى؟ لأ يا فندم ابدأ شغل، خد خطوة، اتقدم، ابدأ، وبعدين لما تقابلك مشاكل في الشغل صلحها. فبالتالي انت ايه؟ في بروجرس، في تقدم، بس ما اقعدش استنى واقول اصل انا هعملها 100% ما اعملهاش.
بعد كده بقى prioritize your tasks، لازم أعمل أولويات للمهام بتاعتي. أول حاجة أشوف إيه الحاجات المهمة important and what isn't، والحاجات اللي مش مهمة. بعد كده what order do things need to be done in، مش أنا في حاجات مهمة وفي حاجات مش مهمة، الحاجات المهمة دي بقى برتبها، في حاجة تتعمل الأول، في حاجة تتعمل تاني حاجة، في تالت حاجة، في رابع حاجة، وهكذا. Once you know what your priorities are, you need to plan out a schedule for the semester, the week and the day. خلاص مدام بقى أنا عرفت أولوياتي، اعمل يا عم جدول للترم بتاعك أو للسيمستر بتاعك، واعمل جدول يومي وجدول أسبوعي. بعد كده acknowledge the realities of college schedules، يعني يكون تقر، يبقى في إقرار بحقيقة إن في جدول للكلية. بمعنى إيه الكلام ده؟ يعني أنا بعمل لنفسي جدول، ما ينفعش أتجاهل جدول الكلية، تمام؟ هتجاهل جدول الكلية هلاقي نفسي في كلاشات بتحصل في النص، إيه ده؟ ده أنا عندي محاضرة اليوم الفلاني بس أنا عامل في الجدول بتاعي كذا كذا، لا يبقى أنا لازم إيه؟ أنسق بين ده وده. Planning may seem hard at first, but the more you do it, the easier and more natural it gets. يعني التخطيط في الأول بيبقى صعب شيء طبيعي، بس مع الوقت الموضوع بيبقى سهل. طيب بعد ما عملت الأولويات بتاعتي عندي أربع حاجات، أول حاجة do، تاني حاجة delegate، بعدين delay، بعدين delete. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني أنا في حاجات عملت لها أولوية، في حاجات أولوية قصوى بنفذها، في حاجات ممكن تتأجل شوية بعمل لها delay، في حاجات مش مهمة أصلا بعمل لها delete، في حاجات مثلا أنا مستعجل فيها فممكن أخلي حد يعملها لي اللي هي إيه؟ delegate. طيب الكلام ده بناء على إيه؟ بناء على الجدول اللي هنشوفه دلوقتي. أنا عندي حاجات مستعجلة urgent وحاجات مش urgent not urgent، حاجات مش مستعجلة، وفي نفس الوقت عندي حاجات مهمة وحاجات مش مهمة important و not important، تمام؟ لو هي حاجة مستعجلة ومهمة ديت كده top priority، حاجة ذات أهمية قصوى، بنديها حرف الـ A وبنقول ديت تبقى do، لازم ننفذها، مدام مهمة ومستعجلة يبقى لازم ننفذها. طيب في حاجة تانية مهمة بس مش مستعجلة، طيب دي احنا ممكن نأجلها وبنديها حرف الـ B. طيب في حاجات بقى مش مهمة أصلا سواء مستعجلة أو مش مستعجلة بنديها حرف السي، تمام؟ طب لو هي مستعجلة ومش مهمة بنخلي حد يعملها لنا، واحد صاحبنا، واحدة يعني لو البنات واحدة صاحبتك، تمام؟ حد من إخواتك أو من إخواتك، حد من القرايب كده يعني. طيب لو حاجة أصلا مش مهمة ومش مستعجلة دي نقدر نقول يعني كده طز ومش لازم نعملها. يبقى احنا خلاص نظمنا الوقت بتاعنا، حطينا الجدول بتاعنا، نبدأ بقى إيه؟ نشوف الحاجات المهم والمستعجل والقصة دي كلها، وبعدين هنشوف هننفذ، هنخلي حد يعملها لنا delegate ولا هنأجلها أصلا ولا هنلغيها. طبعا هتلاقوا كده في سطر مكتوب عندكم هنا there are 168 hours per week، يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي جملة محطوطة كده بس مش عاوزك أو مش عاوزك تتغروا يعني وتقولوا إنه الـ 168 ساعة دول حاجة كبيرة. اولا في 56 ساعه منهم يعني تلت الوقت ده بيتقضى في النوم، تمام؟ فهو مش وقت، الوقت ده مش كله معانا، فاحنا لازم ننظمه. ال 168 ساعه دول لازم احنا ننظمهم كويس جدا، لان اصلا تلتهم بيضيع بس في النوم، ما بالك المواصلات، الصلاه، الاكل، الشرب، تمام؟ طيب هيتبقى ايه بقى للمذاكره والكلام ده، تمام؟ زي ما قلنا في السلايد اللي فات قسمنا البرايوريتيز لA وB وC. الA كانت حاجات مستعجلة ومهمة urgent and important. مهم برضو نعرف ان من الكاركترستكس بتاعة الA priorities او من الصفات او الخصائص بتاعة الA priorities ان هي بتكون بتدعم هدف طويل المدى. يعني مثلا انا كنت قلت لكم مثلا
واحد عاوز يبقى دكتور قلب عشان يوصل انه يبقى طبيب قلب في اهداف قصيرة المدى. الاهداف قصيرة المدى دي مثلا ممكن يبقى عليا امتحان بكرة، فدوت ايه ايه برايوريتي او توب برايوريتي، تمام؟ فانا اما بعمل بذاكر للامتحان وبخش امتحن دوت بيدعم الهدف طويل المدى، يبقى انا عندي حاجة ذات اهمية قصوى بتدعم هدف طويل المدى. بعد كده support others you work with. يعني ايه الكلام ده؟ دي ممكن نفهمها على معنيين الجملة ديت. المعنى الاولاني ان انا من الاولويات القصوى بالنسبة لي ان انا اساعد زمايلي في الشغل، تمام؟ وممكن نفهمها بشكل تاني خالص، وهو ان برضو من الخصائص بتاعت الـ A priorities ان انا لما بنفذ المهام ذات الاهمية القصوى ديت مش بتفيدني انا بس، لأ دي بتفيد زمايلي في الشغل برضو. طيب عشان اقدر احدد اذا حاجة كانت top priority ولا مش top priority، بسأل نفسي سؤال: What terrible thing would happen if I didn't do this today؟ يعني ايه المصيبة اللي ممكن تحصل لو انا ما عملتش ده النهاردة؟ فرضا عليا امتحان بكرة، ايه المصيبة اللي ممكن تحصل لو ما ذاكرتش للامتحان؟ ببساطة خالص هسقط، لا قدر الله طبعا. طيب ما دام سألت نفسي السؤال ده وجاوبت عليه، يبقى انا كده اقدر احدد ديت حاجة اهمية قصوى ولا مش اهمية قصوى. وطبعا بنقول الحاجات اللي هي ذات أهمية قصوى أو التوب برايوريتيز دي اللي بنحطها في الـ A category اللي هي الـ A priorities. أمثلة طبعا لو عندي ديدلاين، عندي بريزنتيشن هسلمه بكرة، حاجة في الشغل في الجدول بتاع الشغل مثلا، كلها أمثلة. وطبعا بأكد تاني الحاجات ديت مش محتاجة حفظ، انتوا لو فاهمينها هتلاقوا الموضوع سهل على الآخر. نيجي بقى للـ B priorities: important but not urgent، حاجات مهمة بس مش مستعجلة. إيه اللي يحصل لو سبناها؟ بنقول mild consequences for not doing this، some may be unhappy or unhappy or inconvenienced. يعني على عكس الـ A، لو الـ A priorities أنا سبتها في كارثة هتحصل. طيب الـ B priorities لو أنا ما عملتهاش، ممكن حد يبقى زعلان، مش مبسوط، مش عارف إيه، بس ما هياش كارثة، تمام؟ وبنقول time usually elevates، أو الـ waiting period usually elevates to A or drops to C. يعني إيه الجملة ديت؟ يعني بنقول أنا مثلا على امتحان بعد شهر، تمام؟ مش مهم أبدأ أذاكر له من دلوقتي، فبعمل delay، بأجله. طيب بعد أسبوعين، أنا دلوقتي انتظرت فترة معينة، بعد الأسبوعين دول ممكن بقى بدل ما بقى بي برايوريتي، لا ده يبقى ايه برايوريتي، ده انا عليا امتحان بعد اسبوعين، ده انا لازم ابدا اذاكر فيه من دلوقتي. يا اما يا جد جديد في الموضوع وما يبقاش توب برايوريتي اصلا ولا امبورتنت اصلا، ويبقى ايه في السي برايوريتيز اللي هم حاجات مش مهم. طب ازاي؟ ما انا ممكن اجي بعد اسبوعين الدكتور يقول لي الامتحان مش هينضاف في المجموع، فساعتها ما بقاش ايه امبورتنت. فكده مع الوقت B priorities ممكن تتحول ل A priorities أو ل C priorities. آخر نقطة بنقول never do a B task when there is an A task that needs to be finished. لو أنا عندي A priorities و B priorities، يبقى أبدأ في ال A priorities الأول. ال B priorities ممكن نأجلها، امتحان بقى الشهر اللي جاي، عايز أعمل شوية مكالمات، شوية طلبات ناس طلبها مني، عايز أعمل planning لحاجة معينة بعد كده، الحاجات دي طبعا ممكن تتأجل. السي برايوريتيز حاجات مش مهمة بس مستعجلة، أو حتى حاجات مش مهمة ومش مستعجلة، لو سبت الحاجات دي مش هيحصل حاجة عادي يعني. بس في حاجة مهمة بنقولها، إنه it's nice to do السي برايوريتيز. يعني أنا مثلا واحد صاحبي طلب مني طلب معين، يبقى أنا إيه؟ لو ما عملتوش مش هيحصل حاجة لو اعتذرت منه، بس لو انا عملتها يبقى دي حاجة كويسة، صح؟ ليه؟ صاحبي هيبقى مبسوط وانا بالتالي هبقى مبسوط. في امثلة تانية زي اللعب، نقعد على الفيسبوك شوية، اتفرج على فيديوهات كوميكس ميمز مش عارف ايه، الحاجات دي مش هيحصل حاجة لو سبناها، بس لو عملناها بتبقى نايس،
برفع على نفسي وهكذا. يبقى بنقول في حاجة A priorities, B priorities, C priorities. عرفنا كل واحدة فيهم من ناحية الأهمية والعجلة، مستعجلة ولا مش مستعجلة، وخدنا أمثلة على كل واحدة فيهم، وعرفنا إن الـ A priority لو سبناها ممكن كارثة تحصل، الـ B priorities يعني mild consequences وممكن تتحول مع الوقت الـ A priority أو C priority، وعمرنا ما نبدأ فيها طالما في A priorities. الـ C priorities مش هيحصل حاجة، ونخلي بالنا تاني بعد إذنكو، nice to do. تمام؟ رابع نقطة معانا make a schedule، وخامس نقطة get organized. حطيتهم لكم في جدول بحيث ان انتم ما تتلخبطوش بينهم وتعرفوا تقارنوا بينهم الاثنين. make a schedule، اعمل لنفسك جدول. set up your semester calendar، يعني اعمل لنفسك جدول على مدار الترم مثلا اللي هو السمستر. طيب عشان اقدر اعمل جدول زي ده مهم اعرف اول حاجة block all important set time obligations. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي التزامات يبقى وقت الالتزامات ده يبقى وقت فاضي تماما، ما حط يعني ما يبقاش جزء من ال جزء فاضي ان انا اقدر اعمل فيه اي حاجة، لا الوقت ده خلاص ما جيش ناحيته. ليه؟ هيبقى عندي التزامات في الاوقات ديت. برضو block all class and lab times، لو انا عندي سكاشن محاضرات مش عارف ايه في الكلية، الاوقات دي برضو ما جيش ناحيتها، ما هي دي التزامات برضو. تمام؟ بعد كده ببص بقى على الجدول بتاع الكلية بتاعي، وبعلم على الامتحانات highlight all exams and project due dates، بشوف الحاجات البروجيكتس اللي انا هعملها او الاكتيفيتيز بعلم عليها بهايلايتر، بعلم على مواعيد الامتحانات بهايلايتر بحيث ان انا اول ما افتح الجدول اعرف ان انا في ورايا حاجات مهمة لازم اخلي بالي منها. وفي نفس الوقت know the weight of the activities، يعني الاكتيفيتيز اللي عندي في الجدول بتاعي لازم اعمل لها وزن، مين مهمة مين مش مهمة، مين مستعجلة وهكذا. في نقطة برضو اللي هي ايه، you can make daily weekly monthly and yearly schedule. خلاص يعني انا مثلا جيت عملت جدول للسمستر، ممكن بقى بعد كده اعمل جدول يومي كل يوم بتاع كل يوم، او جدول اسبوعي او جدول شهري او حتى جدول سنوي. مهم جدا بقى ونخلي بالنا من النقطة ديت، take time for your sanity، الصحة العقلية يا جماعة، لازم اخلي بالي من الصحة العقلية، لازم في وقت للرفاهية للراحة. تمام؟ بعد كده get organized. طيب انا عملت جدول، ازاي بقى ابقى منظم؟ طب ما هو الجدول بيخلينا ابقى منظم. خلاص تعالوا نشوف سوا، عملنا الجدول، تعالوا بقى ايه نشوف التنظيم هيبقى ازاي. اول حاجة make your to do list، ايه الحاجات بقى اللي انا هعملها. طيب انا في الجدول قسمت وقتي، ده وقت سكاشن، ده وقت محاضرات، ده وقت مذاكرة، ده وقت لعب، ده وقت خروج، ده وقت مش عارف ايه. انا كده قسمت الجدول بتاعي وظبطته. تمام؟ انا بقى دلوقتي عاوز اعرف انا هعمل ايه، هبدأ بايه. تمام؟ انا دلوقتي عندي جدول واوقات فراغ مثلا او اوقات شغل، انا بقى في اوقات الشغل ديت هعمل ايه، ده بقى التو دو ليست، لستة الحاجات اللي هعملها. بعد كده تاني نقطة في كلام مكتوب باختصار، في أوقات معينة أو مواقف معينة بنضطر إن احنا ننتظر فيها، مواصلات، معاد للدكتور، طيارة، مش عارف قطر، المواعيد ديت كده كده هتضيع، فأنا بدل ما سيبها تضيع خالص، طب ما استغلها. طيب استغلها في ايه؟ استغلها في البي برايوريتيز، الحاجات اللي كانت important بس not urgent، ممكن استغل وقت الانتظار ده واعملها. ممكن برضو استغلها في الحاجات اللي هي not important، شوية بقى مكالمات، رسائل، ايميلات، مش عارف ايه، ما ضيعش وقت الانتظار ده خالص. بعد كده study at the same time each day، make it a habit. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في وقت كل يوم لازم ده يبقى وقت المذاكرة، خليها عادة عندك، الساعة مثلا 2 بعد الظهر، الساعة 4 بعد العصر، مش عارف الساعة 7،
خلي في وقت معين عندك كل يوم هو ده وقت المذاكرة، محدش بيقرب لي في الوقت ده، محدش اتصل عليا، محدش كلمني، محدش عطلني. Divide study time into manageable parts. يعني ايه؟ انا مثلا بقعد كل يوم اذاكر 3 ساعات او ساعتين او 4 ساعات، ما ينفعش اقعد اذاكر الثلاث اربع ساعات دول متواصلين من غير انقطاع، لازم اعمل فواصل. يعني مثلا ممكن المانجابل بارتس بقى ان انا ايه اخليهم 25 دقيقة، 25 دقيقة اخد بريك 5 دقايق، 25 دقيقة اخد بريك 5 دقايق. فانا كده ايه مانجابل بارتس، قسمت الوقت بتاعي لحزم. بعد كده ليف اكسترا تايم ات ذا اند. طبعا وانا بعمل الجدول وانا بنظم وقتي لازم يبقى عندي وقت كده فراغ مفيش فيه اي حاجة خالص. طيب الوقت ده ايه اهميته؟ والله ممكن وقت المذاكرة بتاعي او وقت اي حاجة تانية، حد يطلب مني حاجة او اتزنق او في ظروف طريقة تحصل فاضطر ان انا اكنسل اللي انا بعمله دلوقتي. طيب الاكسترا تايم ده بقى اقدر ارجع له او اقدر استخدمه لو انا اتزنقت زي ما قلت لكم. يبقى انا خلاص بعمل جدول، بخلي بالي من جدول الكليه، بعلم على مواعيد الامتحانات، ما انساش الصحه العقليه، الالتزامات بنخلي بالنا منها، بننظم نفسنا بان احنا نعمل التو دو ليست، وقت الانتظار نستغله، وقت محدد كل يوم، ما نذاكرش 3 4 ساعات ورا بعض، لا نقسمهم لحزم زمنيه معينه، بعدين نسيب وقت في الآخر بحيث إن إحنا إيه لو اتزنقنا يبقى الوقت ده إيه موجود. بعد كده معانا سادس نقطة اللي هي overcome procrastination، يعني نتغلب على التسويف. Do not postpone today's work to tomorrow، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ما نقعدش بقى نقول إيه لا ده بكرة، معلش مش النهاردة وهكذا. طب إيه هي أشكال التسويف؟ أول حاجة إن إحنا نكبر دماغنا أصلا ونقول إيه يحلها ألف حلال، ignoring the task hoping it will go away. بعدين underestimating how long it will take، يعني يبقى في إساءة تقدير للمدة الزمنية اللي المهمة دي هتاخدها، هي هتاخد ساعتين فأنا أقول لا دي هتاخد ساعة، وبعدين أكتشف إنها تاخد ساعتين فبعدين أقول لا خلاص هعملها بكرة لما يبقى عندي وقت. أو overestimating your abilities and resources، إن أنا يعني أبقى مفكر إن أنا عندي قدرات أعلى أو موارد أعلى فهقدر أخلص بسرعة، وفي الآخر أكتشف إن أنا لأ مش هقدر أخلص فنأجل الموضوع ده لما نبقى قادرين نخلصه. تالت حاجة telling yourself that poor performance is okay أو insisting on perfection، يعني أنا الأداء بتاعي مش جيد بس بقعد أقنع نفسي إن أنا زي الفل، كل الناس كده، مش أنا لوحدي، مش عارف إيه، كلنا جبنا درجات وحشة، واقعد اقنع نفسي ان انا الاداء بتاعي ايه كويس، او ان انا اصر على الايه البرفكشن الكمال، لا يا اما اعمل 100% يا اما ما اعملش، فبالتالي نقعد ناجل 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 وايه والوقت يضيع. doing something else that isn't very important، يعني مثلا انت دلوقتي عليك موديول، بدل ما تقعد تذاكر في الموديول ده لا تروح تذاكر لي في الالكتيف كورس. طب الالكتف كورس عليه لسه في اخر الترم، ذاكر في الموديول، لا انا هذاكر الالكتف كورس دلوقتي. طب ما هو مش مهم دلوقتي، هو يمكن مهم بعدين بس دلوقتي مش مهم. او ان انا اقعد مثلا اذاكر، مش اذاكر بقى، العب واسيب المذاكره بتاعتي بعد كده. believing that repeated minor delays won't hurt you، في ناس كده لما تحب تذاكر تلاقي هريح ربع ساعه، ما جاتش من الربع ساعة دي، شوية كمان هريح ربع ساعة، ما جاتش من الربع ساعة دي، يعمل له الحركة دي كام مرة؟ 10 مرات، 8 مرات، 15 مرة في ربع ساعة، شوف بقى انت كام ساعة، يقعد يقول لك ايه ما جاتش من الربع ساعة دي، ما جاتش من الربع ساعة دي، لحد ما الموضوع يقلب بساعتين ثلاثة. talking about rather than doing it، يعني انا عندي مهمة لازم اخلصها او محاضرات لازم اخلصها، لا نقعد بقى نتكلم ده انا هعمل كذا وكذا وكذا، لا انا ان شاء الله ناوي اعمل كذا وكذا وكذا، لا انا ناوي اعمل كذا وكذا وكذا. طب هل انت بدات في انك تعمل فعلا ولا قاعد تتكلم وخلاص؟ بعد كده putting all your work on only one part of the task، يعني انا مثلا عندي 3 محاضرات النهارده، بدل
مركز على الثلاث محاضرات، لا رحت جاي راكن محاضرتين ومركز في محاضرة واحدة بس خدت وقتي كله، وأجلت المحاضرتين التانيين. بعدين آخر حاجة خالص becoming paralyzed when having to make choices when having to make choices. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد ما بيعرفش يتخذ أي قرارات في حياته، مش عارف يذاكر إمتى، ما يعرفش يتخذ قرار هيذاكر إمتى، مش عارف يتخذ قرار إنه يرفض طلب معين هيضيع له وقته، مفيش، هو خلاص يعني مش مالك قراره. يبقى احنا كده عرفنا التسويف، اشكال التسويف ان احنا نتجاهل او يبقى في اساءة تقدير، او ان احنا نقنع نفسنا ان احنا البرفورمانس بتاعنا كويس، او ان احنا ننشغل في حاجات اقل اهمية، ما ناخدش بالنا من الماينور ديليز اللي هي الربع ساعة اللي ما جاتش من الربع ساعة ديت، نقعد نتكلم عن الموضوع بدل ما نشتغل فيه بالفعل، او ان احنا نركز في جزء واحد من الـ من الـ من الـ من التاسك او الشغل ونسيب باقي الجوانب، وان احنا ما نعرفش ناخد قرار. بعد كده عندنا تاكل تايم ويسترز. يعني ايه تاكل تايم ويسترز؟ نتخلص من مضيعات الوقت. هنا عاوزكم تعرفوا اهم حاجه، ذا 6 بيجست تايم ويسترز، اللي هم نتفرج على التلفزيون واتشينج تي في، procrastination اتكلمنا عنها، saying yes اتكلمنا عنها اللي هو لما قلنا الشخص ما بيعرفش يرفض ودايما يقول اه، وهنتكلم عنها تاني ان شاء الله في السلايد اللي جاية. وبعد كده perfectionism، يا اما اعمل حاجة 100% يا ما اعملهاش. والمالتي تاسكينج اتكلمنا عنها برضو وهنتكلم عنها تاني، اللي هو فكرة ان انا ايه اعمل كذا حاجة في نفس الوقت، انا هذاكر ده وده 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 كله النهاردة ومش عارف ايه، وهعمل دي مع دي ودي مع دي، انت كده مش طبيعي ومش هتنجز ومش هتعمل اي حاجة. بعد كده الورينج، افضل بقى قلقان، قلقان لاي حاجة بقى، قلقان من صورة من يعني من نظرة الناس ليا، قلقان من يا ترى هنجح ولا مش هنجح. دي كده ذا 6 بيجست تايم ويسترز، مهم ان احنا نحفظهم ونفهمهم كويس. بعد كده الصورة التانية عندنا 10 تايم ويسترز، طبعا في كلام منهم كتير متعاد، فانت مش محتاج او انت يعني مش محتاجين تحفظوا الكلام ده خالص، مجرد افهموه. اول حاجة waiting for inspiration، مستني حد يشجعك. worrying about what people will say، الان وخايف من نظرة الناس ليا او الناس هتقول عليا ايه. complaining، بدل ما بشتغل لا بضيع وقتي في الشكوى، يا ده المنهج مش عارف ايه، طب بطل شكوى وابدأ ذاكر. trying to please everybody، ان احنا عايزين نرضي كل الناس، واسمع كلام ده واسمع كلام ده وضيع وقتك مع ده وضيع وقتك مع ده وهكذا. comparing yourself، بقارن نفسي مع الناس التانية، فانا لو حد احسن مني بتعقد، ولو حد يعني اقل مني باخد مقلب في نفسي وبطل شغل. repeating the same mistakes، ما متعلمش من أخطائنا. perfectionism اتكلمنا عنها. lack of priorities اتكلمنا عنها. the fear of failure، فكرة ان احنا خايفين من الفشل، وديت برضو يعني قريبة من النقطة بتاعت perfectionism، فكرة ان انا خايف من الفشل فما بتخذش الخطوة اصلا، ليه خايف افشل. بعدين not living your life، ما بنعيش بالموارد اللي على قدنا، ما بنعيش بالامكانيات اللي معانا، بنفضل بصين للناس اللي حوالينا، بنتعقد وهكذا. اخر حاجة بقى ان شاء الله في المحاضرة رقم 8 و 9 و 10 avoid taking on too much، كلمنا عنها كذا مرة، لازم نعرف ونتعلم ان احنا نقول لأ، ما عنديش وقت مش فاضي. بعدين have a self discipline، لازم انت تكون منضبط، تمام، يبقى عندك انضباط، ما تاخدش حاجات فوق طاقتك. بعدين learn to delegate, share work, let others help، واتكلمنا عن النقطة دي برضو، ان انا اوكل حد تاني يقوم بالمهام بدل مني. consider your personal prime time، يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله كل واحد مننا له وقت ذروة بيكون يعني التركيز بتاعه في الوقت ده بيكون عالي جدا، فاحنا لازم نخلي بالنا من الوقت ده ونستغله صح. مكتوب في الصورة consider your personal prime time your energy cycle personal prime time. most research shows that tasks that take the most mental concentration are most effectively accomplished early in the day. يعني بيقول
معظم الأبحاث يعني بتقول إن الشغل اللي بيحتاج تركيز ذهني عالي بتكون يعني بتتعمل أحسن، التاسكات دي بتتعمل أحسن لو هي بدري في اليوم، من بدري في الصباح، تمام؟ بس but even these studies acknowledge that this is not always true and that everyone has a personal prime time. يعني الأبحاث ديت زي ما بتقول إن فترة الصباح ديت بتكون هي وقت الذروة بالنسبة للتركيز بتاع الإنسان، إلا إن نفس الأبحاث ديت أو الدراسات ديت بتعترف أو بتقر بإن دوت مش دايماً الحقيقة مع كل الناس. ليه بقى؟ في ناس وقت الذروة بتاعها ما بيبقاش الصبح، لا ده بيختلف، ممكن يبقى بعد الظهر بعد العصر. يعني انت شوف انت وقت الذروة بتاعك فين. انت لما بتيجي تذاكر ايه اكتر وقت بتبقى مركز فيه؟ اول ما بتصحى من النوم الساعة 8 الصبح، 10 الصبح، 12 الظهر، وهكذا. رقم 10 بقى celebrate success يعني احتفل بالنجاح اللي انت حققته. enjoy your time as a graduate student، استمتع بوقتك كخريج او كطالب اتخرجت. يعني معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان انا خلاص لما بحقق هدف معين لازم تفرح. ما هو انا ما كنتش قاعد بتعب عشان احقق هدف معين وفي الاخر ما فرحش، ما طبيعي ان انا لازم افرح واحتفل وهيص ونخرج بقى ونطلع ناكل في حتة كويسة وكل القصص اللي احنا بنعملها مع بعض دي، تمام؟ وإلا بقى ايه فايدة الشغل؟ ناخد كده نظرة سريعة تاني على المحاضرة. اتكلمنا عن بعض الحقائق والأكاذيب حوالين موضوع التايم مانجمنت، حاجات فهم أكتر ما هي حفظ، obstacles عوائق للتايم مانجمنت، حاجات برضو يعني فهم أكتر ما هي حفظ. طول ما أنت فاهم هتلاقي الموضوع سهل جدا. بعد كده عرفنا بقى نعمل إيه عشان يبقى فيه effective time management، نعمل إيه عشان ننظم وقتنا كويس. وعرفنا بقى العشر نقاط اللي إحنا لسه متكلمين عنهم، ناخدهم كده بقى من ورا لقدام. celebrate success، consider your personal prime time، avoid taking on too much، تكلمنا عن tackle time wasters، overcome procrastination، make a schedule وget organized، prioritize your tasks، set reasonable expectations، وset smart goals. يبقى احنا كده ايه خدنا برضو نظرة سريعة على المحاضرة. شوفوا يا جماعة في حاجات في المحاضرة دي حفظ، زي مثلا ايه العشر نقاط العناوين. انا مش بتكلم على العشر نقاط بالشرح بتاعهم، لا العناوين. يعني مثلا تحفظي عنوان avoid taking on too much، العناوين دي تحفظها، بس الكلام اللي تحتها ده ما تقعدش تحفظ فيه كتير، لان الكلام ده اصلا يعني مادام انت فاهمه مش محتاج تحفظه خالص. دلوقتي بقى دور كنتو، عامل لكم شوية أسئلة أنا اللي مألفها وحطيت الإجابات بتاعتها، نحلها سوا وفي أي وقت تقدروا ترجعوا لها. طبعا time management is common sense، طبعا دي كانت أول حاجة في المحاضرة خالص، الكلام ده مش مظبوط. time management is not common sense، فدي كده false. doing urgent but unimportant tasks is a top priority، يعني الحاجات المستعجلة بس مش مهمة دي كده top priority أو أهمية قصوى. طبعا ده كلام مش مظبوط، الأهمية القصوى هي الأرجنت والإمبورتنت. بعد كده complete procrastination is a time waster، التسويف مضيع للوقت. learn to say when you don't have time، learn to say no، لما ما يكونش عندي وقت نرفض ان احنا ننفذ طلبات الناس التانية لينا. طبعا سبت لكم الاجابات false time وno، لو حد حابب يرجع لها هيلاقي الاجابات يعني ان شاء الله. ويا رب يكون موديول خفيف عليكم وتجيبوا الدرجات النهائية وتكون المذاكرة سهلة وبسيطة،
وشكرا ليكم جميعا.